اوكي، السلام عليكم، معاكم عماق او كابتن المعاقات. اليوم انا هني في فيديو جديد، فلوق الاول بعد الخدمة الوطنية. انا بعدني في الخدمة الوطنية، يعني بس اني طالع لمدة كم من يوم وراجع. اليوم عندنا فلوق الشارجة ضد العين، مباراة يوم الخميس، هني في استاد الشارجة. العين فاز في الجولة اللي طافت 6-0 ضد عمان، الشارجة فاز 1-0 ضد النصر. اليوم متوقع ان المباراة تكون قوية، مباراة سولد اوت. الحمد لله قدرت اني حصل لي تذكرة. اليوم اكيد مع جماهير الشارجة. ما لحقت اني اشوف ان تذاكر العين اصلا، لان لما نزلت لقيتنا سولد اوت. الحين عند صف جمهور العين، بس اني بجلس ويا جمهور الشارجة. ان شاء الله نشوف مباراة ممتعة، فيها اقوال، فيها اثارة، تليق بالكلام اللي كان قبل هالمباراة. يلا يا جماعتي، خلينا نروح للملعب. يلا نحن في ساحات النادي. يلا بالتوفيق الفريقين. اوكي، رجعنا للكورة مرة أخرى، الشارجة ضد العين. يلا دخول لعيبة العين للأحمر، تشبيك من جماهير العينوي، وأكيد صفقات استرجاع للشارجة. يلا بعد دقايق بس لعيبة الشارجة يدخلون للأحمر. اوكي، يا
اللي بحيمة. سجل أول للزعيم الحيناوي. الهدف الاول 1-0 للعين. موسى سفيان رحيمي يسجل الهدف الاول قبل نهاية الشوط في دقيقة 40. 1-0 للعين. اوكي هدف التعادل قبل نهاية الشوط الاول. 1-1 كايو يسجل التعادل ضد العين. 1-1 فهمت. متوقعين الشوط الثاني يكون ناري. اوكي يا جماعتي فقبل بداية الشوط الثاني نقول شو قاعد في الشوط الاول. الشوط الاول متكافئ، الجولين يو على اخر شيء. ف ايه ان شاء الله نشوف شوط ثاني ممتع. بالنسبه لي اتمنى فوز للشايتر. خلي كوزمين بس يبطل قبل يطلع ماريجا وينزل لوكا لو ما عملش ماريجا حاجه في اول 10 دقائق وهيقدر يعملها. احمد تشوف ان ماريجا المفروض يطلع ويدخل بداله عثمان كمارا عشان يفوز في المباراه. كورنر من البداية للشارجة. سيئة جدا. اوكي ما قلت رأيي في الجول الثاني للعين. الجول الثاني للعين سجلها لابا بعد متابعة سددها، سدد الكرة تراوري يصد الحارس وترد لابا ويسجل الثاني. 2-1 لهم. ردوا الهدف الثاني بسرعة. يلا you
مباراة غريبة 2-2 النتيجة. الفريقين دفاعهم تعبان مفتوح قوي يعني بصراحة، يعني الفريقين دفاعيا عليهم ألف علامة استفهام، ومع طرد كوامي دفاع العين فتح البحري. لازم دلوقتي لازم كوزمين ينزل عثمان كمارة في مساحات كبيرة، شايف المساحات في الملعب، بص شايف انت المساحة دي بيسموها زون 15 ولا زون 18 دي قدام خط ال 18، كل المساحات دي لازم يستغلها بحد بسرعتكم عثمان كمارة. اتوقع ان كوزمين يخليه يسخن وينزله دلوقتي، انسب وقت يا لو فات 60 لازم ينزل عثمان كمارة الحين دقيقة 55 خمس دقايق وينزل عثمان كمارة، وخدها منه خمس دقايق وينزل عثمان كمارة 55 دقيقة النتيجة 2-2 الفريقين دفاعهم مبلين هناك، المباراة مفتوحة ممكن يصير فيها أي شيء. 2-2 كايا يسجل هدفين على العين، ويلا خذ لك مباراة. الهدف الثالث للعين 3-2 جونافس يسجل، دفاع الشارجة عليه علامة استفهام كبيرة جدا، بس الثالث لهم للحين باقي مثيرة. Vamos, vamos, Superman!